القبة ليغا اللي هي تابعة عمادة بوجريدة من معتمدية قربة، تم معناها فهمي تسجيل نقص في التزويد بهذه المادة، وتم معناها تكليف فريق مراقبة بهذا الغرض. المنطقة تقريبا تعد في حدود 2000 ساكن، وهي محاذية لمنطقة بوجريدة، وتعرفوا اللي في منطقة بوجريدة عندنا كوش مغلقة فيها إجراء عقابي من أجل معناها مخالفة تعلقت بصاحب المخبز هذه في الإخلال بترتيب الدعم. وبالطريقة هذه صار معناها اضطراب على مستوى التزويد بمادة الخبز، ما فماش انقطاع نهائي بالنسبة للتزويد، لكن تم نقص تم ملاحظته خاصة من الفريق الرقابي اللي تم تكليفه بهذا الجانب. المنطقة تتزود بكميات من معتمدية بن خلاد، بقى معناها كإجراء معناها تم اتخاذه على مستوى الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، وتم التنسيق في هذا الإطار مع المصالح المركزية للوزارة، وتم تخصيص كمية استثنائية لأحد المخابز بمعتمدية قربة مع التعهد نتاعو كونه باش يقوم بتزويد كل من منطقة بوجريدة ومنطقة قبة لاغا بمادة الخبز تحت إشراف الإدارة. ونحن باش نواصلوا نتابعوا الوضعية هذه، وإذا كان تم أي إشكال نحاولوا ندخلوا ونحاولوا كونوا نحلوا الإشكالية هذه باش نأمنوا عملية التزويد بهذه المادة الأساسية، وخاصة نحن مقبلين على شهر رمضان، وهذا ما وجدنا على مستوى الإدارة الجهوية هو تأمين التوازنات على مستوى السوق وخاصة منها بالمواد الأساسية.